بعد شهر واحد. Kendim dediğim neyse onu bulmalıyım. Sonra bir güzel, sonra bir güzel, sonra bir güzel oynamalıyım. Bakardım penceremden dünyaya, insanlara nefret. Dolardım öfke, dolardım bu hayattan. Alacağım var bu ülkeden, bu insanlardan. Alacağım var. Kendim olmalıyım, kendim olmalıyım, kendim dediğim neyse onu bulmalıyım. في شي طيب بالمطبخ عم ينعمل؟ سونا بي güzel, سونا بي güzel, سونا بي güzel oynamalıyım. Kendim olmalıyım, kendim olmalıyım, kendim dediğim neyse. صباح الخير. أهلين, صباح النور. مساويتي لي فطاير من اللي بحبهم. ايه قلت مشان تفيقي وتاكليهم سخنين. انتي ملاك بتجنني. ديري بالك سخنه, انتبهي منها بتحرقي ايدك. لو بدي احترق بدي اكل منهم هلا. صحتين وهلا. ستي؟ يعني انتي ما بترتاحي ولا يوم؟ ما كان لازم أعطيك المفتاح حبيبتي. ما بقدر, مهلي بيضلوا مشغول. قلت بشي وبساوي لكم أكل على الأقل. إيه مو من الصبح مشان ميليسا. ستي ليش, وين المشكلة؟ ما فهمت ليلى. أنا انبسطت فيك كتير وممنونتك. إذا كل يوم بفيق هيك رح يطول عمري والله. ما أطيبة. صحة وعافية. الكل مبسوط لكن أنا رايح أجهز حالي, وإلا رح أكل الصينية كلها. يسلم إيديكي. صحة حبيبتي وعافية. ليلى حبيبتي, ليكي أنا سمحت لك وقت قلتي لي بدك تعدي مع ميليسا وما رضيت أكسر بخاطرك, بس هالشي أنا ماني حاببته بنوب, يعني خايفة إنك تتشبهي فيها وتنسي حالك على الآخر. فضلك ستي ما بنسى شي أبداً, ما تاكلي هم. بس أنا ما فيني أعيش مثلكم. قلت لك لا مثلك ولا مثل عائشة ولا حتى إيكيم. أنا آسفة. إجيتي يوم السبت كمان؟ إيه بنتي, إجيت حبيبتي. قلت لك إنه ما فيكي تهربي مني أبداً. إيه لك إيمت رح تنتقلوا من هون؟ اليوم رح يحكي أبي مع الممرضة, وإذا ما في مشكلة رح نصير جيرانكم هذا الأسبوع. ممتاز, منجيب الفرش من عند رفيقي, عنده محل مفروشات. موافقة. تمام, وكون أمي شاطرة بالطبخ منصير مناكل من أكلاتها, مفهوم؟ معناته الأمور منتهية؟ شوفي ليش عم تطلعي؟ عن جد إيكيم لساتك؟ لساتني شو؟ لا مزح, يعني معقول مر عليكي شهر كامل ما حسيتي بشي؟ ما حسيتي إنه في شي تغير بحياتنا أبداً؟ ميليسا وليلى سكنوا بنفس البيت وإنتي حضرتك ما حكيتي شي بالمرة, وإنتي لهلأ ما خلصتي وما نسيتي ولساتك معصبة مثل كأنه الشغلة هلأ صارت. يعني ما قدرت أنسى القصة, شو أعمل؟ وخصوصي بعد يلي صار مع أمينة كمان, شو نسيتي؟ أساساً كل يلي صار كان ذنبي أنا وإنتي هازال, كله بسببنا. لا أكيم, ضهان ما خبرك باللي صار؟ كانت ماله علاقة بنوب وانتي مالك علاقة, لأنه كانت ما كان بيعرف أساساً إنه أمينة محبوسة بقلب المدرسة. بكفي تلومي حالك وانتي مالك علاقة أبداً. الموضوع مو بإيدي, ما عم بقدر أنسى القصة هي أبداً. بعدين انتي برأيك لو كان عنده علم كان منعه؟ فكري بكانات بالماضي وجاوبيني بصراحة. كتير هامك الموضوع إيكيم, بكفي خلاص. عيشي حياتك وشيلي من راسك هاي الأفكار. والله مليت من هالموضوع, لسه كل يوم نفس السيرة. بكفي خلصنا. يلا فوتوا على السريع بسرعة, يلا رح يبلش الدرس. ليك تفرج, كل شي بالمدرسة مثل المسطرة. شوف كيف أثبت رضا وجوده, بيشبه موديل بيتنا القديم. يا زلمة يا ريتو اشترى المدرسة قبل ما يجيبني على هالدنيا, كان التهى فيي أحسن من البيت.
السريع. على مهلك يا مجنون، انتبه لا توقع. يا الله، هلا هاد مجنون شو بدك فيه؟ على القليلة بيعرف يعيش حبيبتي، ما بيلتهي بشغلات من زمان. من وين جبت الميتور؟ ايه كيم، شو بدك من وين جبته؟ المهم صار معي. كل تصرفاتك مجنونة. هاد عم يمزح ما؟ يا بنات اقسم بالله بلشت اشتاق لايام الاستاذ فكرت من هلا. يعني هاد ما عنده شغله تانية يشتغلها؟ هيك بده يضل واقف فوق روسنا ويوقف لنا على الباب؟ مستحيل. ليكو يلا على السريع، لا تلتهي. كالعاده بنوصل على الوقت. يلا بسرعه يا بنات، بتضلوا تاخرونا مثل العاده. ولا مره وصلنا على الوقت، خلونا نستعجل. ايه عادي دخيلك، شو هالمشكله يعني؟ يلا متاخر، هي هيك هيك اول حصه غليظه. لم إيجي مو هيك؟ يعني إن شاء الله يطلع حلو، بس قصدي إنه يكون مثل الموتور على الأقل. ليكي أنا من الأول هذا الشاب إلي، أنا مصرة عليه. مين هاد بالله؟ مغرور؟ نزلوني على الأرض، حاسة إني بالجنة. شام ريحة عشق بالجو. شكله مو متواضع، ما رح يمشي معنا. سيد ناظم، بسبب دعمكم لنا رح تكون مدرستنا المرشحة الأولى هاي السنة بدون أي شك. بتشكرك من قلبي، ناطر منك زيارة قريبة هون عندي بالمدرسة. الله معك. أتيش، شو الأخبار؟ كله تمام، وأنت؟ وأخيراً بعد كل هالمكالمات الفيديو هي أول مرة منلتقى، في حماس ولا لا؟ طبعاً، متأكد أنه هالمدرسة رح تكون مفيدة وأني رح أتعلم فيها شغلات كتيرة. كتير مبسوط. أي لكان، وأنا متأكد أنك رح تنجح أكتر من المدرسة القديمة. رح نسكر كتير صغارات فيها بسببك. ما رح فشل ثقتك فيني أبداً، ورح أعمل كل شي بقدر عليه أستاذ. ممتاز، روح هلأ أكمل ورائك بشؤون الطلبة وبشوفك بالملعب تبع السلة. ما تتأخر. لمين ها؟ وليش صعفف بمكاني؟ ما بعرف. أتيش، بس هو جاي جديد لهون على البلد. أنا حاسسته ملاك ونازل من السماء. آخ يا بنات،
بكفي مبالغة بقى. خلص اتركوه بحاله بقى يا بنات، بعدين ليش ما حدا عم يحكي عن ليلى ابدا؟ شو بدنا نحكي عنها؟ ميليسا اخذتها على بيتها وعاملتها مثل الخاتم باصبعها. شو هالكلام؟ قليلة الذوق راحت وسكنت عند البنت ومو فارق معه. ما عم افهم هي البنت قديش منافقة. وانا مثلك. صح. مرحبا يا بنات. اهلين اهلين. شوفي يا بنات، ليش فجأة سكتوا؟ كنتوا عم تحكوا عني؟ متأكدة فاتحين سيرتي صح؟ لا ليلى، معقول نحكي عنك؟ ما في شي، بس كنا عم نحكي على الشاب يلي إجا جديد، إنه حلو كتير والبنات كلهم معجبات فيه. ما سمعتوا فيه صح؟ صار عنا فارس جديد بالمدرسة، بدل ما يجي على حصانه جاي على موتور وبدل السيف على نظرة. بنات قولوا لكن لهذا الفارس إنه صف حصانه مكان سيارتي. ميليسا انت لازم تشوفي له الزلمة، اكيد رح تسامحيه. وبعدين رح تبعدي يا ترى؟ ليش لبعد؟ ما فهمت. ليش برأيك؟ اوعك تتأمري علي، فهمانة؟ عم بتأمر؟ عن جد؟ ايه عم تتأمري، وكمان مو عاجبتني طريقتك بنوب. تمام، بدك تهدي يا حلوة، انت واقفة قدام خزانتي. بعدي بدي غير تيابي. نازلي؟ شو؟ فكرتي باللي قلته؟ ايمتى بدك تزبطي جسمك ويصير حلو؟ بعدي لليلى وروحي من هون. لك ناز استني شوي. عن جد صرت ارجف. هاد لميليسا، كانت مضيعته وعم تدور عليه من فترة. وهلأ رح يصير برجليك. كيف بقى؟ قولي إنه أنا جبته. أولاً بيطلع برجليك أحلى بكتير، وتاني شي إذا رح تسكني مع ميليسا بالبيت لازم تعرفي تتصرفي مزبوط. يعني أقوى سلاح للمرأة هو الكندرة تبعها؟ لا، قصدي تكوني ذكية مزبوط، وبعرف إنك بنت ذكية كتير يا ليلى. فكرة إنك تتقربي من ميليسا وتصير رفيقتها فكرة عبقرية. ناطري اليوم يلي رح تخلي فيه ميليسا برا اللعبة. في دقيقة بترجاكي لا تقولي إنك مزعوجة من ليلى، مستحيل تكوني متضايقة مزبوط؟ بلا أنا متضايقة منها. ياه لا عم تمزحي ناز، ميليسا ومنعرفها رح تتركها لليلى بأقرب وقت وهالشي منعرفه. عم تقولي إنه ميليسا ومنعرفها؟ أنتوا كتير عم تستهينوا بالموضوع، متأكدة إنه هي كتير خبيثة. لا تبالغي كتير لهالدرجة ناز، هاي ميليسا وهذا طبعه وبتعرفي هالشي. كرمال هالشي خليتوا هي المنافقة تتمسخر علي، مو هيك؟ لك ناز ليش هيك عم تحكي؟ نحن معقول نسمح لها يعني؟ إيه سمحتوا لها وضليتوا ساكتين كلياتكن. خلص تمام أنا بتصرف، بعرف كيف حاسبها وربيها لهي، وأنتوا خليكن هيك بهي الطريقة مثل الغنم وراها لميليسا دائما. لك ناز بلا هالكلام هاد. ناز يلا يا بنات خلونا نبلش بالتحماية. مزبوط، منبلش أول بالركض بشكل خفيف وخلوا بيناتكن مسافة. يلا يا بنات بسرعة شوي. يلا يا شباب جاهزين؟ ما في إلنا منافس. ها ممتاز، بسرعة أكتر كانت. اللي بيزد الطابة على السلة بيرجع بياخد مكانه وبيرجع لوضعيته على السريع. الخصم ما بينطرك. ولا تنسوا توطوا سواعدكن وانتوا عم بتسجلوا الهدف بالسلة، رح تخلوا الطابة تدور بهالحركة. الكل هون عم بيسمعني؟ شو هالرمية هي؟
اجتماع. يا شباب بهاي المدرسة في كم شغلة لازم تتغير من جذورها. يا أما بتقبلوا هاي التغييرات يا أما رح نضل كل عمرنا ورا. القرار لإلكم. وهلأ بدي أسألكم، حابين إنكم تعملوا شي من هلأ ولا ما بدكم؟ أنتوا لازم تشتغلوا على هذا الشي مشان تصيروا أبطال. أكيد. أكيد. ما سمعت؟ أكيد. ممتاز، هذا الحكي اللي بينسمع. ورجوني حالكم يا أبطال. اشتقت لك كتير. ايه وانا كمان اشتقت لك عن جد. المدرسة مو حلوة ابدا بدونك. يعني اكيم وبكر وانا مانا بهذا العالم، صرنا بدنيا تانية. وليلى كمان انا ما عم بحكي مع بنوب. يعني بعد ما انتحرت امينة صارت الحياة. ايه لسه النظام عسكري بالمدرسة. لا تسأل ابدا. وقت اللي اجا الاستاذ رضا على المدرسة صاروا عم يشددوا علينا كتير. وانا صايرة عمل كتير. بس بتعرف ضحان، على القليلة ما عاد عم تصير الشغلات اللي كانت تخوفني مثل الأول. أنا آسفة كتير، ما قصدي أقول هالشي مشان ذكرك بالماضي. سامحني. مو مشكلة. إيه إيه ما تناوي تجي على المدرسة؟ ما رح طول. روحي على دروسك هلا، نحكي بس ترجعي المساء. تمام، انتبهي على حالك. وأنت كمان. مثل ما كنا عم نخمن، كتير شغلات بالمدرسة رح تتغير. ايه احكي لي شو الموضوع. او قلك استنى، خلينا نجيب اكل اول شي بعدين منحكي. شو رأيك جيب لي صحن سلطة الدرة او قلك بطيخة؟ مين لساته على نفس الطريقة؟ ضحان بتعرف شو هو احلى شي بالموضوع؟ كل شي بدك اياه بتاكله، بس نيالك انت ما بتسمن ابدا ولا حتى شوي. كل عندي لهون. اجتماع أسرع يا شباب. اسمحوا لي أعرفكم على الطالب الجديد اللي إجا لعنا اليوم. أول يوم لإله. أتيش أتالي هو جاي من برات البلد، إله زمان عايش برا، كان مغترب. بظن أنكم رح تتعاملوا معه منيح وتساعدوا بأي شي بيلزمه. بتمنى أنكم تعاملوا وتحسسوا كأنه موجود ببيته رجاءً. يا جماعة بدي منكم تورجوا على التدريب بدون أي نقص وبدون أي حجج. بنوب رح ياخذوك رفقاتك يورجوك المدرسة. يلا انصراف. إكيم مرحبا، فيكي تفتليني بالمدرسة؟ بظن إنه هاي عادة عندكم، بيتفتلوا الطلاب اللي بيجوا جداد مع بنت حلوة مثلك. هي العادة ما بعرفها ابنه. عم بمزح معك، بس إذا بتفتليني رح كون مبسوط.
تمام مو مشكلة، بس أنا لازم روح وغير تيابي بالأول. تمام أمشي. شو رأيكم يا شباب؟ شعلت النار كأنه حدا انتبه للموضوع؟ آسف يا برو. يي مسكر. لك هذا الزلمة وين راح؟ لو سمحت أخي سيدات. إيه؟ شفت لي أخي صالح شي؟ لازم أعطيه الأجار اليوم والمحل مسكر. إيه ما بيفتح قبل الـ11. والله جد؟ إيه؟ شو؟ اليوم دفع الأجار لازم وأنا في عندي شغل المسا، شو بدي أعمل هلا؟ أختي ما بتعرفي صاحب البيت المستأجرة منه؟ يعني حولي له الأجار على البنك. لا والله ما بعرفه. بعدين بده الأجار بالإيد لأنه بعيد البنك ما بيقبل. الله يبارك فيه لهالزلمة كتير منيح عن جد اللي عم يعمله، ما حدا بيعمله بهالأيام أبدا. أعطاني البيت بأجار كتير رخيص الحمد لله. أختي هالشغلة مو شغلتي وما بدي أتدخل، بس ما بدي أياك تعيشي بهالكذبة. لهيك لازم تعرفي صاحب البيت هو خليل. مستحيل خليل، لا يعني مستحيل يكون خليل صاحبه. أكيد في سوء تفاهم، لأنه يا أخي اللي صاحب المكتب إنه صاحبه برات البلد، يعني أكيد فهمان غلط. أساساً خليل من وين معه مصاري لحتى يشتري بيت؟ وأنا مزعوج بصراحة من هذا الموضوع لسه أكتر. بس شو بدي أقولك يا خانم، خليل اللي اشترى. أي أخي والله مليت، لسه كل يوم بدي غير بهالأسعار. عم أخجل من الزباين ونظرتهم، وبيع الجملة عم يغلي أساساً. لا وهددني قال لازم تشتروا مني كاش. قلت له ما دخلني هذا المحل خليل. لو أنه قال لي إلي هذا الحكي كنت بعرف شو رد عليه، بس المشكلة أنه ما بيسترجي يحكي بوشي أبداً. سيد خليل أنت كيف تعمل هيك؟ لك شو في نيشة؟ خير شو صاير؟ لك أنت ما بتخجل على حالك وأنت عم تكذب علي مثلاً؟ بأي حق بتدخلني بهيك قصة من الأساس؟ رح أخذ الطلبية أنا. أول شيء أحكي برواق ست نيشة وفهميني ليش معصبة، خليني أفهم شو اللي صاير. ليك خليل لا تتصرف معي وكأنك ما بتعرف شو الموضوع. الله يخليك لا تجنني، بعرف إنك اتفقت مع المكتب العقاري مشان تشتري منه البيت بدون ما أعرف. مين يلي قالك هذا الحكي؟ في حدا قال لي، مو مهم مين، المهم إني صرت بعرف هلا. يا ست نيشة أنا ما عملت هيك بقصد أي نية سيئة، أنا عملت هيك كرمالك أنت وإيكيم، بس أقسم بالله. مو هيك بينعمل الخير يا سيد خليل، ما في داعي لللف والدوران بهالشغلة. انت عارفان الموقف اللي حطيتني فيه قدام اهل الحارة اساسا؟ كان وضعكم كتير صعب وكنتوا رح تناموا برا بالشارع واحترت، ما بعرف شو بدي اعمل، حاولت وما في حيلة، وانا بدي ساعدكم من الاول ما عرفت لو شو. لو بدي نام بالشارع كنت بنام، ولو ما بقدر ادفع الاجار كنت طلعت على غير مكان وسكنت، بس انت مو من حقك تعمل هالشي ابدا. يا ست نيشة لو اني اجيت وحكيت معك بالقصة مستحيل ما رح توافقي معي. أكيد مستحيل. اكيد ما رح وافق طبعا. هلأ فوراً بتخلي صالح ينزل إعلان يأجره، أنا طالعة منه. نيشة من شان الله أنت بتعرفي الأمور، القصة كلها ما لها محرزة، ليش مكبرة الأمور يعني؟ بعد يومين رح ننتقل منه. عارفان أنه رح يصير هيك، لازم تشغل مخك يا خليل، أكيد رح تنتقل نيشة. وأخيراً إجت حضرة المرشدة؟ لو متأخرة كمان شوي كنت بدي أسحب تسجيلي من المدرسة. تعرف أنا لو كنت مكانك ما كنت تحمست لهالدرجة هي؟ ليش؟ هي المدرسة مو مثل ما أنك مفكر. برأيي رح تكون كتير حلوة. كلك مفاجآت كأن. لسه ما شفتي شي. إذا بتسمح لي بس بدي أخذ الدفتر لأنه بعد الجولة في عندي درس ويا دوب يلحق. ليش ما عم يفتح؟ اسمحي لي أن أجرب؟
ليش؟ شوفي بإيدك سحر مثلاً؟ لا مو سحر ابنه، بس في شغلات بدها أساليب قديمة مو أكثر. لازم تجربي كل الطرق، وبهالحالة بيزبط معك كل شيء. اسمع مني هي النصيحة، لا تتفتل بالمدرسة ومعك هيك شغلات. حاضر. ليش شو فيها مدرستكم؟ قلت لك ما أنا مثل ما أناك مفكر أبدا. وما بيهمني هالشي أبدا، معلش خليهم يخافوا. انتبهتوا كيف صار وجه كانات؟ كيف انتفخ وصار لونه أحمر؟ أوزان لا تحكي عنه بهالطريقة. كيف عم تحكي عن الغيرة وهو حبيبي؟ شلون؟ تمام، مثل ما بدك، نسيت حالي، هو حبيبك. شو ليلى خانم؟ شو عم تفكري بخصوص الطالب الجديد إيتيش يا ترى؟ ولا بشي أبدا. ثانية استنى، أنا عم يقلي عقلي. تعرفي شو عم يقول؟ هالشب لإلك، فكري بالموضوع. بلا تخبيص، لا تحكوا من عندكم، أنا شو بدي فيه؟ شو ليلى عن جد؟ ليش هيك عم تحكي؟ لا تتسرعي بالقصة، أنت فكري بالموضوع بس وبعدين قرري. برأيي كتير لابقين. مرحبا يا شباب. مرحبا، ما تعرفنا على بعض. أهلين فيك بمدرستنا. أنا ديلارا، أهلين فيك. إيجي إذا احتجت لشي فأنا موجودة هون. ما توقعت بصراحة أنكم تستقبلوني هيك بنوت. شكراً كتير يا بنات. شو وين بتحبوا أقعد؟ تعال أقعد هون إذا بدك. بظن هون فاضي ما؟ مرحبا، تشرفنا فيك. نحنا في عنا عادة للطلاب الجداد هون، منستقبلهم بحماس ومنرحب فيهم كتير منيح. كتير حلو، شكراً لكم. طبعاً إذا عرفوا يوقفوا بالمكان الصح. على حسب ما فهمت معناتها انتي من الطرف الصح مو هيك؟ برافو عليك. انا ميليسا، انا اللي صفيت موتورك محل سيارتي. معك حق، لازم الواحد يعرف وين يوقف ميليسا، والا ما بيلاقي حاله غير صار معه مشاكل كتيرة. كلامك صح على فكرة. طلع معك حق، هاي المدرسة مو مثل غيرها. دينيس حبيبتي، اليوم بدي أتأخر شوي، إذا بتريدي فيك تضلي مكاني شوي، حاسة حالي تعباني وماني منيحة. لا رح أخذ دوايي، لا تاكليهم. في زحمة شي عندك؟ إيشا إذا بتريدي افتحي، والله ما كان قصدي إلا كل خير.
تمام أنا رح أحاول أجي وما أتأخر، رح زبط أموري وأجي بس صرت منيحة. تمام حبيبتي دينيز بشوفك. نيشي أنت هيك عم تظلميني، والله ما كانت نيتي سيئة. افتحي لي إذا بتريدي، إذا ما فتحتي رح يصير شي ما بتحبي أعمل لك. افتحي يلا. يا الله دخيلك، هذا رح يفضحنا قدام العالم. شبك ليش هيك عم تعملي نيشا؟ اسمعيني من شان الله، خليني اشرح لك شو يلي صار. اعتبريني احمد او محمد عم تدفعي اجار قعدتك بالبيت، وين المشكله؟ ما عم افهم. هذا الشيء مستحيل خليل افندي، لا تضيع وقتك ووقتي، خلص بعدين انا بلشت تدور على بيت. طيب تمام، لا تقربي علي ولا تشتري من عندي ابدا، وبس تشوفيني بالشارع لا تسلمي علي. ما بعرف ليش هيك عم تعملي، عم تاذي حالك وتاذي ايكي، ما بعرف شو عم تستفيدي من كل هذا العناد. ليش ما عم تفهم؟ يلا روح من هون. ما رح روح، لا والله ما رح روح، يلا ما رح روح على مكان قبل ما تقبلي انك تضلي هون. مو البيت بيتي. بيتك طبعا بيتك شيء اكيد، انا طالعه من بيتك. انا مو هيك قصدي، استني لك. انت شو عم تعملي نيشا؟ من شان الله شو عم تعملي؟ خلص كرمال الله اتركي الثياب، بترجاكي خلص اتركي من ايدك. يا الله نيشة خلص هاتي عنك. بعد هيك بعد. شو صار لك نيشة؟ كرمال الله نيشة شو صار لك؟ جنيتي شو عم تعملي؟ ايكيم عندها مدرسة، حرام عليك، شو صار لك؟ عمل لك خلاص. انت مو شغلتك تفكر بحياة بنتي، انا بعرف كيف اتصرف منيح. طيب لكان مدام انت طلعتي برا هذا البيت فما عاد يعني لي شي بنوب. اذا بتتركي البيت بوعدك رح احرق نيشة. شو بدك تعمل سيد خليل؟ حاج تتصرف مثل الولاد، أنا مليت منك ومن تصرفاتك هي. مليتي؟ طيب ماشي. إيه كتير مليت. أقسم بالله بحرق البيت. بدك تحرقه بهي؟ إيه حرقه يلا. ليكي بما أنك ما عم تصدقيني استني شوفي كيف رح شعله. رح شعل حالي معه كمان، شوفي كيف اني رح شعله. ماشي بتشوفي اذا ما بحرق حالي وبصير رماد انا والبيت ما بيكون اسمي خليل. بس بتعرفي بدعي لك من قلبي ان شاء الله بيطلع لك واحد مثل خليل يكون بيحبك مثل ما انا بحبك يا نيشة. رح ورجيكي مين بيكون خليل. يا الله خليل خليل خليل، إذا بتريد هدي وبلا جنان. خاطرك نيشة. خلصني افتح الباب خليل بلا جنان. وعديني إنك رح تضلي بالبيت وما رح تنتقلي، وإلا رح أحرق حالي أنا والبيت. والله ما عم أمزح أبدا، والله بحرقها. تمام خليل تمام، افتح افتح وتعال نحكي يلا. وعديني تضلي بوعدك اني ضل بوعدك. افتح افتح الباب. تمام فورا. ما عم يفتح الباب، الباب ما عم يفتح ابدا نيشة. خليل شده لعندك يلا بسرعة، شده لعندك. نيشة ما عم يفتح. يا الله يا ربي. نيشة نيشة ما عم يفتح الباب. خليل حاول تفتح الباب. نيشة. نيشة خبري الأطفائية تيجي بسرعة وإلا رح احترق، بلشت النار تمد بالبيت. بسرعة احكي نيشة يلا بسرعة. خليل روح الحمام على السريع، جيب منشفة وقبيها ومي وحطها على دمك. يلا خليل روح الحمام يلا. يا ربي دخيلة يا ربي، أنا شو عملت؟ خليل 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 عملت مثل ما قلت لك. خبري الأطفائية نيشة. يلا ماشي أنا رايحة أخبرهم. يا ربي دخيلك رح شوف بركي حدا بيساعدنا. رح اطلع على البلكون. ساعدوني مشان الله ساعدوني لو سمحت من بعد. ايش الموضوع؟ الله يوفقك، البيت عم يشعل. استني جواته
الله يوفقك كبر الاطفائية ما في معي. خلص اهدي اهدي تمام. الله يوفقك. طولي بالك. يا ربي دخيلك امانة. حدا يساعده. خلص اهدي ولا يهمك. يلا انا رايح. حدا يساعده يا جماعة. يا جماعة مشان الله حدا يساعده. خليل جوا بترجاكوا لحدا يساعده. دقوا لحدا. شوفي 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 اسرع احترق البيت. خليل جوا عسر يا خبر الاطفاء. يلا قصف الاطفاء. اخ يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. شو بدنا نعمل؟ انت سامعني؟ ليك سيد خليل تحمل شوي رح افتح الباب. تحمل كمان ايه؟ ليكني حافتحه. هو منيح ما تاكل. خليل انت منيح. خليل انت منيح. الحمد لله على السلامة. عمها تكون عمها. خليل طمني انت منيح. خليل ارتاح شوي. شو الملك لحاله؟ بشو عم تفكر يا ترى؟ ظن انه في حدا بعدك واخذ محلك. هاي الشغلات مو بهي السهوله ابدا. ايه معك حق. ما فيك تعلمه طوال ما ابي بالمدرسه. هاي هي حديقه المدرسه. فيك تفتل لحالك. ما رح تعرفيني على باقي الطلاب؟ مثلاً هذا الشاب يلي إله عم يطلع عليه من وقت ما أجيت لهلأ. هذا الشي ماله علاقة. يلا بشوفك بالصف. ماشي. فينا نتعرف؟ كانت وأنا عزيز. ميت أهلا وسهلا. أهلين فيكن يا شباب. كأنه في عالم ما عجبتهم جيتي بنو. مين مفهمك هذا الكلام؟ ما بعرف. ما شلت عينك عني من وقت ما شفتني مع إيكيم بالمرة. ليك أنا هلأ جديد. لسه في كتير شغلات ما بعرفهم. إذا بتعرفني عليهم بكون ممنونة. بتعلم منك. وهلأ إيكيم بتكون حبيبتك؟ وأنا عم قرب من البنت الغلط مزبوط؟ البوكس هاد ما رح يفيدك هون بالحديقة أبداً. إذا بدك تقاتل فيك تخبرني وبس. استنى لحظة لقلك. شو هالحماس يا ولد؟ ليش مين انت لحتى وسخ ايدي فيك مثلا؟ بظن الفضول رح يقتلك. مين انا؟ تمام؟ لا تقص على حالك كتير. اذا اجيت اليوم المساء رح تعرف مين بكون. طبعا اذا ما بتخاف. ايه؟ موافق. بس في إلي شرط عندك. شرط شو؟ يلي بيخسر ما بيفتح تمه مرة تانية. موافق. يلا كرمالي خليل. كرمالي شبك. ما بدي اشرب شيء. خلص اتركوني بحالي. انا منيح شبكن. ما عم تفهموا علي. انا منيح وما صار لي شيء. ليش مكبرين الموضوع؟ ما عم بفهم. برايي اذا بنروح على المستشفى احسن. لا ما في داعي. صرت منيح صدقوني والله.
أنا بتشكرك كتير، لولاك هلأ كنت ميت، يعني كنت صرت رماد هلأ لو ما لحقتني، كنت هلأ اختفيت وما ضل مني شي. لا يا رجل، أي حدا مكاني كان عمل نفس الشي ولو؟ مو أي حدا بيعمل الشي اللي عملته أنت، الله بعت لي إياك لحتى تنقذني، الحمد لله، يلي عملته برقبتي دين، معك على الموت وأنا جاهز. بكفي يا رجل، شيلنا من هالسيرة تبع الموت، المهم أنت منيح والحمد لله، يعني بكفي إنك عايش هلأ. طيب اسمحوا لي أنا هلأ بدي أمشي، الحمد لله على السلامة. عفوا يا بيك، انشغلنا بالحريق وما تعرفنا عليك، شو اسم حضرتك لو سمحت؟ أنا درويش. طيب درويش بيك، لو سمحت عطيني رقمك، بدي اجي اعمل لك زيارة، لازم اجي زورك كل فترة والتانية، بتشرف منصير رفقات. ايه شو عليه، جاي الايام وملتقي. تمام يلا الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. يسلموا ايديك يا ابني، منيح اللي اجيت، الله يرضى عليك ويخليك. هاد واجبي يا خانو. تسلم. شكرا. شوف. الله معك. يا دوروك، بيقولوا انه الحب بيحرق الواحد، بس بحياتي ما كنت صدق كل هذا الكلام. يا رب تصبر. شيل المزح دوروك، عن جد كنت رح احترق كرمال الحب والله. إكيم إكيم، خبريني كيف كانت الجولة تبعك؟ جولتي أنا؟ ليكي بصراحة الشاب حلو كتير ولابق لك، تعرفي إنه الشاب جنن كل المدرسة من وقت ما أجا ومستلمينه بالحديث، وكمان لقلك شي، حتى إنه الشاب تبعك غار منه. شو هالحكي؟ شو هي الشاب تبعي بكر بلا سخافة؟ شو فيها، شو حكينا يعني؟ الشاب حلو وفايت فوتو بقوة، وما صلى بالقصر إلا من مبارح العصر، وبلش يلفت انتباه الكل بالمدرسة. ألو؟ أهلين دورو؟ ليش؟ بيت إيكيم مين حرقه؟ شوفي. تمام تمام. طيب سكر سكر، يلا جايين جايين فورا. امي في شيء؟ امك منيحه لا تخافي، رح روح شوف شو في واجي فورا خبرك. ولا يهمك انا راجع فورا. بكر بدي روح معك. شو القصه واجي؟ بكر شو صاير؟ انا لازم روح على البيت فورا لو سمحت. تمام. بعد يلا كيف؟ تعي. أنا ولا مرة راكبة على موتور بحياتي. ما بدها شي، تمسكي منيح ولا تخافي أبدا. شايفة؟ قلت لك إنه ما في شيء أبداً. يسلم، بشكرك كتير، عزبتك معي، ما رح أنسى لك هالمعروف. بس أنا مبسوط، من زمان كتير ما طلعت على الموتور بالمطر، عن جد شكراً. يلا بشوفك، يسلموا كتير. شوفك. وأخيراً حتى البوشار صار جاهز كمان. وهي كل شي تمام، هي لعبة البوكس، وهي كاسات العصير، وكمان البوشار. خلونا اليوم بعد هالتعب نتسلى، ملينا كتير اليوم بالمدرسة. لأنه أوزان حبيبي، إذا بتريد ما تتساخف، قاعدين عم نتسلى وبس. طيب مو رح نتسلى بس، رح نتسلى كتير وننبسط نحنا.
ايه كانت وينه؟ مو على اساس جايه؟ لو شي مره اجى على الوقت رح اتفاجأ اساسا، رح شوفه وين صار. ما رح اقدر اجي اليوم، تسلوا بعتذر منك. شوفي ما بيقدر يجي اليوم، اعتذروا بس. مو مشكلة، ليش قلبتوا وجهكم وكأنه نحن بجنازة؟ ما فهمت شو المشكلة يعني؟ أساساً هي اللعبة بتنلعب ثلاثة بس، وبهالحالة منلعب نحن الثلاثة ومنقدر نتسلى بشغلات كتير. أنا رح أفتح. أهلا وسهلا. انشغل بالي كتير، إجيت مشان أطمن وشوف شو وضعكن. فوتي. لا تشلحي، فوتي. نيشي خانم، أي طمنيني عنك حبيبتي، إن شاء الله ما خفتي. والله خفت كتير يا حبيبتي هزال. لا تسأليني، انكتب لي عمر جديد وحياة الله. خليكي، أنا بفتح. أكيد هذا بابا كان عم بصف السيارة. إكيم يلا بسرعة ضبطي الوضع. خالة نيشي، نحن إجينا بلا موعد، أمانة ما تواخذينا. ساعديني إكيم. أهلين بابا. أهلا وسهلا. مساء الخير. أهلا وسهلا. درويش بيك؟ نيشي خانم؟ الحمد لله على سلامتكم. بابا قلت لك من قبل إنه نيشي وإكيم بالنسبة إلي هنن عيلتي التانية. شو حلوين هالوردات؟ عن جد ما بينشبع منهم. أكيد أنت مخبرتي إنه أمي بتحب زهرة البابونج أكتر شي. لا والله ما خبرته، بابا هو اللي جاب زهرة البابونج. بصراحة نيشي خانم، ما بكفي قد ما تشكرتك على الشي اللي قدمتي لنا إياه، بصراحة أكبر بكتير من اللي أنا ساويته، وماني عرفان كيف أتشكرك لأنك درتي بالك على بنتي واهتميتي فيها كل هالفترة. بصراحة كنتي أم بكل ما تعني الكلمة من معنى. شكراً شكراً. هذا واجبي، هزال بالنسبة لإلي مثل بنتي الثانية، هي رفيقة بنتي المقربة، وبصراحة صارت جزء من هاي العائلة وما فيني استغني عنها. كان وجودها بجنن بالبيت وعملت جو حلو كمان. شوفيني شيخ خانم، أنا ما بدي أتغير نظام بنتي هزال بعد هلأ أبداً. عاشت بشغلات صعبة كتير أساساً، وهي تعودت كمان عليكم وبتحبكن كتير، وما بدي أحرمها من هذا الشيء أبداً، ومشان هيك بلشت تدور على بيت بهالمنطقة. إكيم خبرتني بهالشي وكتير انبسطت. هيك رح نكون جيران نحن وهازال، عن جد هالخبر كتير حلو. ونحن بصراحة رح ندور على بيت يكون جنبكن لأنه بدنا نطلع من هذا البيت بهالكم يوم. خير؟ بسبب الحريق يلي صار هون؟ يعني بسبب الحريق، وفي كمان قصة بصراحة، في أكتر من سبب مو بس قصة. أنا وبكر ناطرينكم تحت البيت، يلا انزلوا. هي عائشة وبكر. أمي بتخلينا ننزل أنا وهازال ماما؟ بالنسبة لإلي أنا ما بعرض أبداً، بس هازال أنا مالي كلام بوجود أبوكي، بتاخدي إذن منه؟ أنا ما دخلني. بابا بتسمح لي؟ بابا بتسمح لي؟ طبعاً، بس ممنوع تتأخري، معك ساعة واحدة وإلا منتزعلها. تمام ساعة بس. طيب يلا سلمي عليهم. ماشي. لا تبعدوا من قدام البيت ها. تمام بابا حاضر. ايه وشو هلا؟ بدها كاسة شاي تانية. يي حقك علي، نسيت ارجع صوت.
أوزان، أنت فهمان موضوع التسلاية كتير غلط على فكرة. أصلاً فيلم الرعب بنوب ما بيسلي. عن جد أوزان وقف الفيلم، بلشت اتضايق مشان الله. أي منشيله. قلت لكم تعوا نلعب لعبة الصراحة أو الجرأة، أنتوا ما قبلتوا، شو بدكم أعمل يعني؟ مثلاً لاقي شي فكرة جديدة، شي لعبة، شي حديث، أي شي ممكن نتسلى فيه. خفتوا تلعبوا مشان ما خسركم وأطلب منكم شغلات بتقرف. بالله يلي بيسمعك بيفكر ما في أصدق منك. بالفعل أنا هيك، فيكن تسألوا يلي بدكن يا. تمام أوزان، بدك صراحة ولا جرأة؟ صراحة. أوزان أنت عشقاني لسه؟ جاوب، وين جوابك؟ يلا. إذا موافق ومالك خايف، هذا هو المكان. تمام. الحياة غريبة مو هيك؟ ممكن الواحد يخسر شيء مو حاسب حسابه، بيته مثلا أو أخوك. كل شيء وارد، مو معقول الواحد ما بيعرف. يمكن عزرائيل فجأة ياخد روح أخي، ومع كل هاد أنا كنت خايف كتير يا جماعة. والله ما بتذكر أني خفت بحياتي مثل هاي المرة. أنا ما فيني أعمل شي بدونه وما بتخيل حياتي من غيره. الحمد لله أنه ما مات خليل. الله لا يحرمني منه. خلصنا بكير؟ بلا هالحكي، نحن مو متعودين نشوفك هيك. تمام. عن جد أبوك طلع زلمة شهم وما في منه. عرفنا لمين طالعة يا حلوة. على فكرة بابا طول عمره هيك. Feel alive. We go. Whoa, 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 whoa.
في عالم شاطرة تحكي وبس. مظبوط. وفي منهم بيحاكوا حالهم كمان حكي فاضي. فكرتني اني مو جاي ما؟ شكلك انت اللي بتحكي على الفاضي. نقيت مكان غريب. عرفان رح يعجبك. نقيته ليكون مناسب. ليش انت شو بتعرف عني؟ ها بلشت الاسئله اللي بحبها. هاد سؤال كل واحد مثلك ما بتعرفوا شي. ليش؟ بيبين فورا مين انتو خلال 14 ثانيه. واضحين قدام الكل ما في شي مخبى. عن جد؟ ومين نحن؟ ملوك بشوفة الحال، عبارة عن شوية ديكتاتوريين ونرجسيين بتخافوا من أي شيء، ورواحكن عبارة عن زفت. شكلها ال 14 ثانية ما خلتك تعرفني. منرجع نعيده. ماشي ولا يهمك. هلأ منتعرف. هذا أتيش. يا شباب افتحوا نت بسرعة، في خناقة بين كانات والشاب اللي إجا جديد. يلا شوفوها. وصلتني رسالة. هذا عزيز. يا شباب كلكم افتحوا نت بسرعة، في خناقة بين كانات والشاب اللي اجا جديد على المدرسة. شوفوا. وباعت لنا رابط. فوتي عليه فورا. ليش الخناقة؟ لك يلا. لحظة، تعالوا نتفرج. شو عم يصير؟ شو ها؟ كلكم مع بعض؟ شكله في شي مهم صاير بالمدرسة. شو ها؟ كانت؟ شو هي شروطك؟ قول شروطك انت، شكلك خايف. قوانينك رح اقبلهم. ايه تمام، عجبتني والله. خايف يصيبك اكتئاب بعد ما تخسر وانت طالع من هون. ما عم يطلع براسي أي شرط لهي الملاكمة. الملك هو اللي بيفوز. الملك هو اللي بيفوز.
شو عم يصير معهم هدول يا جماعة؟ ورجيني؟ مين هاد؟ ما عرفته. آتيش؟ أوه مو معقول، هذا آتيش داهية يا جماعة. ما رح نعمل شي، معقول نتركن يقتلوا بعض نحن وعم نتفرج عليهم؟ ليلى شو فينا نعملن؟ إذا في حدا إلك بالأمن احكي معه لأنه مستحيل نقدر نلاقيهم. شو هالمصيبة هي؟ كل هاد اللي عم يصير من تحت راس إيكيم، هاي البنت ما رح تكن أبداً. ليش إيكيم؟ لأنه عشقانة كانت؟ أوزان لا تبلش، سكرنا الدفتر على هالحديث. شوفي منيح، مو مبين انه تسكر الدفتر. شوفي بعينك ميليسا، فايت بخناقه مع الشاب ونازلين ضرب ببعض وانت عم تضحكي على حالك انه خلصت القصه. مو ناقص غير نروح نحضر عرسهم وانت لسه عم تضحكي على حالك كل هالوقت. كانت حبيبي وهو الي، وانا كان لازم اني اقعد على هالطاوله واعمل. شو صار لك؟ شكلك تعبت ما هيك؟ يلا قوم، لا تستسلم أبدا. الملك الكذاب، هات لشوف شو بين معك من الملك هلأ. حتى انك ما خرجت تواجهني مثل الرجال. بالنسبة إلي مو فارقة. تعال يلا تعال يلا خلصني. قول مرحبا للملك. بكفي اطفوا هاي المسخرة، خلص طفيه بكر، خلص شيلوه من ايدكم. خلص سكرته. مانا مضطرين نشوف هاد الفيديو ونحس بالذنب، انا رح احكي مع كانات بكره. شو بدك تعملي؟ شو ما عملتي ما حيرد عليكي. لا بده يرد، واذا ما رد بدي يروح بوشي لعند العمرضة. مين هاد العمرضة؟ قصدك الاستاذ مو؟ مو مهم الاسم، المهم يقدر يحلها، مو مهم الاسم هلا. شو قلت؟ ما سمعتك منيح. مين الملك هلأ؟ قول مين؟ قول مين؟ Thank you.
شو هالبس يلي كان مبارح؟ كان كتير طالع حلو. كانات يلي فاز والشاب قبضايها. ايه كانات فاز، بس الشاب كمان كتير ضربه. كانات ومنعرفه، ما بيهمه أبدا. معك حق. أوه يا شباب، شو لوين جايين على الديسكو؟ على الصف، على طول منجي هيك. هذا الشيء قديم، ضبوا مصانكن مزبوط واربطوا الجراف منيح والبسوا الجواكيت. جد استاذ؟ ليش؟ يلا على الدرس. على هاللصة الميتور مانو هون؟ شكله ما قدر يقوم من الفرشة. بجوز؟ ما بعرف. دعي لربك ما يكون عرف. انت بتعرف اذا عرف شو بيعمل؟ شو ما بده يصير عزيز، ما بيهمني ابدا. مزبوط، ما بيهمك مثل العادة، لأنه أنا يلي رح أتحاسب. بنات، ليش هيك لابسين؟ أنتوا بمدرسة ولا بمرقص؟ رتبوا تيابكن واربطوا الفولارات والكل يلبسوا الجواكيت بسرعة، يلا على الدرس. كانت؟ ليش ما عم ترد على تليفون أكثر لك من مبارح؟ رح نرجع مثل ما كنا قبل، معقول؟ عزيز، اسمح لنا نحكي أنا وأخوك شوي. ما أنا بعرف كل كلمة رح تحكوها أساساً، بس ما على الجربي حظك. ليلى، ليش هيك رفيقتك معصبة من الصبح؟ كيف فيكن تتحملوها؟ مو معقول. ولا كيف قدران تعيشي معها بنفس البيت؟ مو أنت ذكي؟ عرف لحالك. أي بعرف، بس بالأول في عندي شي مهم. يلا ناطرة جوابك، وأوعك تفكر إنك تتزاكى وتكذب. حبيتكن لحالي. إيه باين، وأنا كتير حابة إني كسر لراسة يلي حابب إنك تضل معها لحالكن. إيه وصحيح، شو سبب هالمشكلة اللي شفناها بالبث مبارح؟ ولا شي أبداً، بلا سبب. هاد هو الموضوع، بكفي خلاص. لا مو خلاص، كانت علاقتنا مو لعبة، هالشي جدي. أنا حكيت لبابا عن علاقتي فيك، لهيك ما تركتك. تركيني ميليسا، ما حدا قالك تضلي. اربطي الجراف منيح يلا. اوه كانت بيك، شو هاد؟ شو كاين بعرس؟ طب قميصك منيح واربط جرافتك. وانتي ميليسا، شيلي لي هالخرزات من عند عينك والمكياج مسحي، وحطي الفولار بدل هدول الخرزات. هاي أوامر السيد رضا الجديدة، وكل شي بيجي مخالف ولابس غير لبس المدرسة ممنوع إنه يفوت على المدرسة، واحتمال يفصلوه كمان. شو هاي الخنايق تبع مبارح يا بنات؟ شو كانت عم بدور على أي سبب ليعمل مشكلة؟ عن جد هالشاب غريب، كل مرة بيفاجئني أكتر من اللي قبله. كنت مفكرته تغير وما عاد عامل مشاكل أبداً. ليش عم تتفاجئ إلى هلأ هزال؟ كلنا منعرف مستحيل يتغير يعني. ليلى وضحان كمان إلا ميليسا وأوزان ما تغير شي فيهم، عطول مستقرين، كانوا سيئين وضلوا لهلأ ما تغير شي. أنا عم فكر يا ترى هاد كانت اللي بيحبني ولا واحد تاني؟ يعني شو بيهمك بعد هلأ؟ هالشي بيهمني لأعرف جواب الأسئلة اللي عم تدور براسي، هالشي لازم أعرف. مع الأسف حبيبتي إيكيم، بس هاي الأسئلة مو بهالسهولة بتقدري تعرفي جوابها. أنا رايحة على الدرس قبل ما يبلش عقلي يدور على الأجوبة وما يلاقيها. إيكيم قريتي الكتاب شي ولا لسه؟ إيكيم؟ ألو، وين شردتي هلأ؟ إذا قريتي الكتاب أعطيني إياه، أعطيني إياه. يسلموا. سكرنا كل أبواب المدرسة مثل ما طلبت، ما رح يفوتوا الطلاب يلي متأخرين عن الدرس. كتير منيح، أيام الأهمال خلصت، ما عاد تتكرر. هاي المدرسة اليوم غير أول، والكل فيها بده يطبق التعليمات. شو أخبار فريق السلة كمان؟ يعني منيح. وهذا الطالب الجديد بفيدك يا ترى؟ بظن انه بفيدني، لانه الشاب عنده طموح. منيح، تفضل. اذا في وقت عندك في شيء لازم تشوفه. عن اذنك اسمح لي.
مبارح سألتني عن كانات وين كان. شو هذا يا ابني؟ اوف بكر، مو وقت مسحك هلا، شيل ايدك شيل ايدك بكر، خليني شوف. الو بكر شبك؟ هذا مو وقت المزح. ضهان ايمت اجيت؟ ليش ما خبرتني انك جاي؟ قلت لي على التليفون مو مطول لترجع، بس مو على اساس اليوم، كثير اشتقت لك. اهلين. حبيت فاجئك. اوه تعال معي، بدنا ندور على اكيم، رح تنبسط كثير بس تعرف انك اجيت. ضحان اي معك. كأنك ما عم تسمعني. على شو عم تتطلع؟ ضحان فيك شي؟ ضحان ضحان اهلين وسهلين فيه. ليش ما خبرتنا انه جاي يا زلمة؟ عائشة ليكو، أنا عازمكم كلكم على عصير بمناسبة رجعة ضهان على المدرسة. أنتوا روحوا، أنا هلأ بلحقكم. تمام لا تتأخر. الركبة بالطيارة بتعمل قلق عند أغلب العالم، هلأ بيلحقنا تعي. خلاص رح تشلق العالم. كيف؟ رح يفكروا إنك عم تحاكي حالك لأنه هنن مو شايفيني. لا تشلق حدا بنوب، ما لازم يعرفوا السر ولا حتى يعرفوا عنا أي شيء ولا شو عم نعمل، دير بالك. ما رح تتركيني ابدا مو هيك؟ شبك شو حكينا؟ بس يكون في حواليك حدا اصحك تحكي معي بنوب. ضهان فهم، اجيت على المدرسه مشان نبلش، بتعرف منيح شو بدك تعمل، خلص شغلك يلي ضل بسرعه، لازم نحاسبهم على الشيء اللي عملوه فيني، بوقتها بس منقدر نطمن. طيب صح الشيء اللي عم يقولوه؟ واخيرا رجعت؟ بعد من هون. تعرف شو عم ينقال؟ الماضي ماضي، يلي صار خلص مضى وراح، تمام؟ مفهوم؟ صار هالشي وانتسى الموضوع، أما شغلة الانتحار فهي ما كانت بإيدينا. سكر على السيرة، خلصت، أما إذا بدك تقول إنه مو خالصة رح تزعجني كتير أكتر ماني مزعوج هلأ، وهيك رح تجبرني أعمل شغلات غصب عني، فهمت؟ فهمت ما؟ ما سمعتك. تمام؟ ما بدك تقول شي؟ امسحه يا ابني. ليش لا امسحه؟ كانت عامل مشكلة وبس مباشر وانت عم تقلني امسحوا بابا؟ ايه طبعا امسحه عزيز حبيبي، انا بعرف منيح الشي اللي بدك تعمله، ما بنسى الشي اللي قالته الانسة بهار، شكر ربك انه ما انا معي وقال لك كان رح يصير شغلات مو حلوة، مفهوم عزيز؟ كل شي عم تعملوه انا بعرفه، موجود براسي هون، انا ما بنساه، محفور حفر. انت واخوك كانت رح تتعاقبوا على هذا التمرد تبعكن وبس، بس مو هلأ، ناطر الوقت ليجي. روح على درسك يلا بابا. قلت على درسك. تمام.
كانت؟ شو بدك؟ بدنا نحكي شوي. انت على شو عم تخططي؟ شفتم مبارح للفيديو. ايه المهم خفتي علي يعني؟ لا ما خفت. شو لكان ايكين؟ مو على اساس انت بتكرهيني وما عندك اي مشاعر تجاهي؟ انا فهمان، بس شو السبب يلي خلاك تيجي هلا وتقولي لي كانت تعال نحكي كمان؟ بغير مكان. لا بدنا مكان ما يكون في حدا بنوم. الحقني على المسبح. برأيي لا تقربي أكتر من هيك مشان المدرسة ما تخسر شخص تاني. عم قول لحالي إذا وقعت يا ترى رح تجي وتنقذني مثل ما أنقذت ميليسا قبل؟ ليش لأنقذك؟ أنت بتستاهلي حدا ينقذك إيكيم؟ ليش شو العلاقة بين هي وهي؟ هي الشغلة بترجع كيف بتكون أنت. قد ما كرهتني يا كانت تنقذني، بعرف هالشي. هاد لأنك ما بتترك حدا بده مساعدة أو بحاجتك، صح كلامي؟ ناديتيلي مشان هيك هلا؟ عندي فضول على جواب وحابة أسمعك عم بتقوله. معقول أنت سيء لهي الدرجة؟ أنت ليش عم تسألي أسئلة وبتعرفي منيح جوابها؟ تذكري اللي قلتي لي إياه بالملاهي. معناتها عم تتصرف هيك مشان تأذيني وبس. كانت أنا شو بعني لك؟ يلا جاوب، طلعني من العتمة يلي أنا علقانة فيها. بدي أعرف شو أنت عم تتصرف هيك مشان تنتقم مني مو؟ أو إنك أو إني شو؟ احكي إيكيم يلا، ما تخلي شي جواتك. أو أنت سيء لهي الدرجة عن جد؟ أو من الأساس هيك؟ سألتي حالك هدول الأسئلة؟ ما في داعي تستشرفي وتعملي فيي يا بطلة. أنا هيك ومو من اليوم. ضحكت عليكم، خبيت حالي وضحكت على الكل مثل ما عملتي فيني أنت يا إيكيم. لا أنت مو هذا الشخص. عيونك عم تحكي غير هيك، أنت معصب وعم تحكي هيك من الشي اللي صار بس بسبب. أنت مو ظالم بلا، بس أنت مو شايفة أنا أسوأ حدا. افهمي هالشي هاد، أنا سيء أكتر ما بتتوقعي. هيك لك؟ إيه تمام لك، منشوف كانت الحقيقي. إيكيم بلا هالولدنة، تعي لهون. أنا بدي أعرف الجواب، ما بقدر. إيكيم خلص بقى، تعي لهون بكفي. لأنه أنا بعرفه لكانت ما رح يتركني وقت بحتاجه أبداً. يعني شو هاي لعبة جديدة كمان؟ إيكيم إيكيم بلا هالمسخرة، اطلعي بقى. Thank you.
صار لك شيء؟ نصيحة مني لإلك، إذا ما بتعرفي تسبحي لا تنطي بالمي إذا مالك واثقة إنه في معك حدا ينقذك. حكي ولقيتيش صح، معه حق تماما. تمام خديجة خانم، وأنا بعد شوي ماشية، خمس دقايق وبوصل. جهزتي كل شي مو هيك؟ تمام حبيبتي، يسلموا. شو الموضوع؟ جيت مشان هي جبتي ساويها معلم، يعني الحيطان صايبتها رطوبة وانتزع الدهان من ورا الحريق، قلت لحالي بخليه يجي ويساويها، بس قبل ما يجي قلت بجي بحاكيكي بشغلة. ما في داعي خليل، أنا بعرف أتصرف. نيشة لا تواخذيني، تصرفت بغباء، بعتذر، سامحيني. شكرا على اعتذارك، بس بدي انتقل، ما تعذب حالك. خلص نيشة لا تعندي، رح تتعبي كتير اذا انتقلت من البيت، ليش هيك عم تعملي يعني؟ طيب شو خسراني انتي؟ خليكي هون مستأجرة وما في شي بيتغير. خلص حددي الاجار المناسب وادفعي بكيفك. ها؟ ما بقبل بهذا الشيء. يا الله يا ربي، من وين جايبك كل هالعناد؟ يعني كرمال عنادك هذا بس عم تخربي على إيكيم كمان بهي الحالة؟ بحياة الله نيشة، خلص ادفعي مثل ما بدك، عم قلك مو مستاهل، ادفعي اللي بتلاقيه مناسب. خلص رح ادفع أجار نظامي قد ما كان. ايه تمام، هذا اللي عم قلك اياه من ساعة اساسا. الله الله، خلي الدهان يجي، بس انا بدفع له الاجرة. ايه يا ربي ما عندها هي المرة. تمام ادفعي له انتي وادفعي اجار البيت واجار محلي كمان اذا بدك. مستحيل، ما شفت مثل هالعناد. نيشة الدهان رح يجي. لا بدي اطلع من البيت هلا، خديجة ناطرتني، بدنا نروح على بيت درويش بيك هلا. عن جد ما كنت عارفان. معناتها رح اجي معكم، بلكي احتجتوني بساعدكم، والزلمة انقذني، ما حلوة كمان، كنت رح موت لولا. الله يحمي، انقذني الزلمة، إله علينا فضل. بيجي معك، شو قلتي ها؟ مو على أساس الدهان عم ينطر؟ إيه مو مشكلة، ونحن رايحين بخبره يأجل لحتى نرجع. خلص طيب يلا أمشي لكان. إيه طيب، ما في معك أغراض؟ لا ما في داعي للأغراض. طيب تمام. يسلموا إيديك، قد ما تشكرتكم ما بيكفي، لولاكم مستحيل خلص بيوم واحد أبدا. إيه والله شو راح يصير، نحن جيران، شو راح تنكسر إيدينا؟ وين المشكلة؟ ها أهلين فيكي. نحن قلنا منجي ومنساعدكم مشان تخلص على بكير وتتركن ببيتك. لا لا تتعبوا حالكم يا جماعة، هيك عم تخجلوني. رح أخذ هي بطريقي ورح حطها محل لا تاكلهم. عن جد لا تتعبي حالك. وهي كمان فيكي تقولي خلصت؟ إيه منيح، ما ضل شيء. يا جماعة أنتوا ما خليتوا شيء أبداً. بلا تركنا لك كتير، الشغل بيضل موجود وما بيخلص. يلا حبيبتي خديجة، امشي على الغرفة الثانية مشان رتبها. يلا لاحقتك. منيح، معناتها أنا رح رتبها. إيه تمام. ماشي. لا ليش كل هالأدوية يا ترى؟ مين اللي مرضان؟ انتبه على مهلك. والله انتو ناس كتير طيبين، ماني عارفان شلون بدي كافيكم بصراحة. يعني حتى لو ماتت الإنسانية نحنا بنحييها بهالحارة درويش بيك، حتى لو طلع من حارتنا كم واحد أزعر، بس بتضل منيحة. يا رب
ضحان وينه شفتوه؟ لا. وين كنتي؟ اختفيتي انتي وكانت بنفس اللحظة، وأنا ما حكيته لأنه ما بدي أشغله. اليوم رح يختاروا مين رح يكون كابتن الفريق. معنك شايفتيني حاطة الشنطة؟ المكان واسع. ايه تماما، لانه هيك روحي اعدي بمكان تاني. يعني روحي شوفي مكان غيره. بتضحك هالبنت، مو معقولة عن جد. وحدة غبية. شوفوا يا بنات، طلعوا عليها بنت من الشوارع جاي تعلمنا وين نقعد. خلص تنشيها، شو بدك فيها؟ ناس بكفي لو سمحتي، من امبارح وانتي مبلشه ليلى ليلى، والله العظيم صرعتينا. بترجاكي خلص سكري السيره بقى. شو تفضلتي؟ انا بعرف وقفها عند حدا لهي. ايه وشو رح تعملي؟ يعني رح تشوفي. اول شي لازم تطلع من هي الصاله. هي الشغله سهله، طلعي ليلى لبرات الصاله شوي على السريع. هلأ بتشوفوا يا بنات شوفت حالة وطريقة تعاملها كيف رح تتغير. كانت وقتيش تعالوا لعندي، رح تلعبوا واحد مقابل واحد. هاي المنافسة يا شباب، اللي بيفوز فيها منكم هو اللي رح يكون الكابتن. ايه تمام استاذ. يلا بلش. يلا كانت. برافو كانت. بده يعني يا ترى؟ بابو
الله كانت يلا يا شباب. إذا بدك تعصب بلا ما نلعب العب يلا. انت واحد واطي. اهدوا يا شباب اهدوا شوي يلا. ما رح العب اذا بدك تبكي. لعبوا يا بطل. برافو عليك. برأيي تلعب بدون مسخرة. ورجيني أحسن شيء عندك يلا. يلا يلا كانات يلا 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 كانات يلا 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 كانات طاب عليك طاب عليك يا بطل. يلا كانات يلا يا شباب كانات 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 يلا يا بطل. هدوا يا شباب خلاص شو بدك بأرضك فهمان. هدي خلاص رح ترموا الطابة مرة واحدة بس. هدي انت وياه واسمعوني منيح. اللي بيسجل هاي بيكون الكابتن. برافو. برافو كانات برافو كانات هو كانات برافو عليك. برافو عليك. هاي مدرستي انا وقفتك قدامي غلط. يا بنات هالشي كتير غلط. لا تقولوا ما قلت رح تكبر بين كانات وأتيش. وأنا بأيدها. طيب سؤال يا بنات، كأنه أتيش حلو مزبوط حكي؟ شب منيح بس القصة عم يسبح بالمي الغلط. يعني مستحيل يقدر ياخد مكان كانات قد ما حاول. ما في داعي يحلم. ضهان وأخيرا وين كنت أنت؟ ما كنت بالصالة وين كنت؟ هون كنت. ضحان شو صاير معك؟ ها؟ شو؟ ما في شي عائشة؟ خلينا نحكي إذا بدك. ما في شي نحكي عائشة. حبيبتي ممكن تعطيني قلم الحمراء؟ يلا فورا تكرم عيونك. وانتي بدك؟ معك شي لون تاني؟ لا. شو القصة؟ ناز؟ في كيشي؟ مصارية وينهم؟ في حدا سرق لي اياهم. عم تحكي عن جد؟ تأكدي منيح دوري عليهم بالشنطة. ما في شي دورت منيح كنت تاركتها بالصف للشنطة. افتح
افتحوا لي شناتيكم، يلا بدي فتش، يلا افتحوا الشناتي كلياتها. ناس شبكي نعطيكي تتاكدي من حسابنا البنكي كمان؟ مو قلتوا بحياتها ما صارت معنا وانتوا هون ابدا؟ افتحوا الشناتي اذا بتريدوا، بدي اشوفهم هلا. عن جد عم تحكي بدك تفتش الشناتي هلا؟ شو بدنا نعمل لك يعني؟ عيب عيب يا نازلي، نحن مو حراميه، مستحيل نسرق منك. ليش قمت بحياته صار عنا شي سرقه هون بالصف؟ اه افتح لي شنطتك لو سمحت. ناز بكفي مسخره. جيدة انت خليكي على جنب، اذا مو سارقين عادي خليهم يفتحوا الشناتي، وين المشكله؟ ما عم بفهم، خليها تدور براحتها. ما حدا مضطر يفتح شنطته. شوفي حالك منيح وين حطيتيهم. لا 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 خلص تمام، تعالي بكر وليلى افتحوا شنطتكم وخلي هالغبيه تفتش على كيفها. خدي فتشي على كيفك، عن جد غبيه. ما فيها شيء، خدي فتشي براحتك. شو يلي صاير؟ كنا عم نتأكد من رفقاتك إذا لسه في شي عادة متعلمينها من الشارع من حاراتهم يعني، لأنه نازن سرق لهم مصاري. ما في شي هون كمان. ليلى؟ تفضلي خديها وارجيني إذا رح تلاقيهم. إيه رح شوفها. شكلها مرضت هالبنت، يمكن جنت على الآخر. يا ربي دخيلك. شو هاد؟ شو هاد؟ شفتوا إنه المصاري معك؟ كنت متأكدة من هذا الشيء. معقول هيك؟ له يا ليلى عن جد؟ مو أنا يلي أخذتهم، ما بعرف كيف إجوا عشان تايتي، أنا ما أخذت شيء أبداً صدقوني. وهدول شو؟ شو عم يعملوا هدول المصاري معك؟ لا أنت أكيد جنيتي، أنا ليش أساساً بدي أخذ منك مصاري؟ ميليسا مو كنا كل الوقت مع بعض بالصالة؟ أنا تركتك شيء؟ كانت جنبي كل الوقت، شفتك تركتيها وطلعتي لبرا. عم بتقلك ما أخذت شيء، تركيها للبنت بحالة خلص. لكن فهميني شو هدول؟ والله أنا ما أخذتهم. نازلي البنت عم تقلك إنه هي ما سرقت المصاري، وبعدين مفكرة ليلى بحاجة لمصاريكي؟ شكلها بحاجتهم مشان هيك سرقتهم. وكيف بدنا نعرف إنه مو أنت اللي حطيتيهم؟ أنا كنت كل الوقت بالصالة وشنطتي كانت جنبي، طلعت دقيقة لأنه في حدا كان بده يشوفني برا. آه طلعتي لبرا يعني، مين اللي خبرك تطلعي لبرا؟ واضح إنكم عم تلعبوا علي مو هيك؟ أنتوا كلكم اتفقتوا علي لأطلع لبرا صح؟ ليلى خانم، كنتي قلي لي إنك بحاجة مصاري، كنت عطيتك، ما في داعي تسرقي بنوب. خلاص بكفي، أنتي عم تحكي كيف ما كان، هي مستحيل تأخذ شي لحدا بدون إذن أبداً. أنا بورجيكي منتحاسب. ماشي يا غبية مو مشكلة بسيطة. خير شو القصة؟ خبروني شو صاير؟ صوتكم وصل لآخر الكوريدور، معقول هيك؟ رجع على مكانك ليلى، ورجعي على مقعدك. ليلى خانم، مصرياتك طاروا. مو أنا يلي أخذتهم. كيف كان يومك؟ عادي، ما في شي مهم. كانت؟ أحكي لأمك اللي صاير. احكي لي شو الموضوع؟ ابنك مع الوقت عم يشبهني كأنه يمكن ما يعجبك هالحكي. كانت ابني شو عملت؟ كيلا لأمك كيف ضربت رفيقك، احكي.
أحكي ورجيها إيدك. وأصر يضل كابتن الفريق. كانت مزبوط الحكي اللي عم بسمعه؟ بقدر أطلع على غرفتي من بعد إذنك. قولي لي ماما يلي سمعته تحت لعبة من أبوك، مو هيك؟ أنا بعرفك ما بتعمل هيك شغلات، صح؟ كانت قول اللي إنه هالشي لعبة ابني. ماما ابني أنا ملاحظة إنك عم تتغير، ملاحظة بس مو طالع بإيدي شي بنوب، في شي من جواتك معصبك. معقول ابني؟ بترجاك لا تشبهه أبداً ابني، انتبه لا تطلع مثله. تمام ماما. طيب وعدني إنه ما تعمل مشاكل وتضل مثل ما بعرفك، وعدني لشوف. يلا أمي أنا تعبان بدي ارتاح شوي. يا روحي إذا بتحبني وعدني بهالشي بترجاك. قلتلك خلص أمي لو سمحتي تركيني نام. طيب ماشي أنا بعتذر منك، نوم الهنا. ايه شو وضع البيت هلا؟ بقدر ساعدكم انا؟ لا ابدا، اساسا خالتي نيشه وخالتي شكران وخديجه كلهم كانوا عم يساعدونا بالبيت، ضل كم شغله صغيره بدهم ترتيب، ان شاء الله منخلصهم اليوم. منيح ما رحتي. كيف يعني؟ يعني انا بصراحه تعودت عليك كثير، لو انك انتقلتي كنت رح ازعل واتضايق. وأنا كنت رح أزعل، منيح إنه ضلينا ببيتنا. طيب لكن بما أنك مبسوطة هي لألك هدية بسيطة. ما في داعي للهدايا. أنت كيف متذكر هالشي لهلأ؟ من زمان كتير قايلتلك إنه حابة أقرأ هاد الكتاب. أنا مستحيل أنسى أي شيء بخصك، لو إنه ما اجتمعنا ببعض بالصدفة ورجعت من جديد شفتك كنت رح أعيش كل حياتي بلا وعي لأي شيء. أنت أثبتتي لي إنه في بالدنيا حياة تانية نعيشها سوا، وعلمتيني إنه أنا في جواتي روح. من وين حافظن هدول؟ من أي كتاب؟ مو قادرة أنا أصدقك. حفظت شغلات كتير، الخطوط اللي بتطلع بس تضحكي، ولما بتتحمسي بتاخدي نفس 3 مرات، ووقت تدبلي بعيونك وتصيري تلعبي بإيديك مشان تبطلي متوترة، وبتحبي تلعبي بشعرك خصوصي بس تخجلي. في شعور غريب إجاني أول ما بلشت حديثك. أنا مستحيل أنسى أي شيء بخصك، حتى لو بدي ما بقدر. ما رح خلي هاد الكتاب يفارقني أبداً. في كتير شغلات بتخصك على فكرة بهاد الكتاب، وأنا متأكدة أني رح لاقي كتير شغلات بتحكي عنك بقلب هالكتاب.
ناقصني أغبياء. مفكرين حالكم تقدروا تلعبوا علي هاللعبة؟ ورجيكم كيف رح يكون اللعب، طولوا بالكم. ليلى، شو هي اللعبة اللي عم تحكي عنها؟ مو على أساس نحن فريق؟ إيه صح كنا فريق، بس شفتيهم كيف عم يتبلوا علي وانتي سكتي وما حكيتي ولا كلمة. كيف ما حكيت شي؟ قلت لهم انك كنتي جنبي بالصالة. شكرا لك، عن جد كتير ساعدتني هالجملة، يسلموا. وانتي يعني كرمال هيك قررتي انك تضبي غراضك وتروحي؟ كنت مفكرة انه نحن رفقات، بس مو صح، ما عاد قدراني ضل بهالبيت اكتر. ما في روحة، هاتيهم. هاتي الغراض. ميليسا خلاص تركيهم. تمام، اسمعيني قبل ليلى خانم، وبعد عملي اللي بدك إياه. مزبوط كان لازم أحميكي أنا، بس انكسر خاطري منك. أنا كسرت خاطرك؟ يلي لازم ينكسر خاطره هو أنا. ليلى نحن رفقات، مو معقول لما تكوني بحاجة مصاري بتطلبي مني أنا. انكسر خاطري لما سمعت بالصف هاي السيرة. دقيقة، يعني وأنتي كمان؟ فكرة أنا أخذت المصاري مزبوط؟ ميليسا خلص لا تحكي بنوب، لأنه بس تحكي بتنزعي كل شي ومو حابة نتخانق. أنا رح روح. ليلى نحن اتفقنا نكون رفقات ونعيش سوا بهالبيت، ليش هلأ عم تاخدي غراضك من ورا أول مشكلة؟ إيه بدي روح من أول مشكلة، بس لذكرك إذا نسيان الموضوع، أنت اللي طلبتي مني إجي عيش عندك بالبيت، قلتي لي ما مليتي من هالغرفة الصغيرة ومن هالحارة؟ ومن إيكيم كمان؟ وكمان قلتلك قبلي هالشي لمصلحتك ليلى، مو هيك؟ بما أني سراقة وأنتي ما بتوثقي فيني بنوب، ما عاد في داعي نسكن مع بعض بعد اليوم. ليلى تمام، بعتذر منك، معك حق، لا تزعلي، أنا كان لازم أوثق فيك. هالشي ما عاد يتكرر. تمام، بوعدك. وهلأ رح أعمل فنجان قهوة لهالوش الحلو، وإنتي رح ترجعي غراضك محلن، اتفقنا؟ بس أنا رح أثبت لك القصة، أنا ما سرقت المصاري وما دخلني. خلاص قلتلك إني آسفة، لا بقى تحكي بالقصة، أنا بحبك كتير يا هبولة. خلاص يلا راجعة، رجعيهن. يلا. في شي مو طبيعي عم يصير بهالمدرسة. سكروا علي باب الخزانة كمان، ما حدا بيعرف شو عم يصير بهالمدرسة. لعبوا بحياة بنت صغيرة. مو معقول، شو القصة؟ شوف هالصدفة، في استاذ تاني ميت بنفس المدرسة. بيتمسخروا عليها لأنه سمينة. ما في عدالة بالبلد. عم يلعبوا بمشاعرها للبنت لأنها صغيرة. بدي أقول لك إنه ما عجبني هالشي نهائياً، وما حبيت اللي صار، وما عجبني الشي اللي عملتي. ليش؟ لو إنك ما عم تتشبهي بميليسا كنت بصراحة حبيتك أكتر. بحياتي ما عملت هالشي مشان أشبهها، وما رح أشبهها. متأكدة؟ إيه متأكدة وكتير كمان. إيه أمرني. أنت شفت شو يلي انكتب؟ لا ما شفت شو انكتب. ليش؟ رح أبعت لك الصورة على المجموعة. شو القصة؟ فرجيني شو كاتبين؟ المدرسة صايرة حديث البلد، كاتبين كتير شغلات عنا. شو صار يا ترى؟ اسم البنت أمينة، فايتة بغيبوبة من شهر، وللأسف لهلأ ما حدا بيعرف شو وضع عيلتها. شو قصده؟ ما بعرف، عم حاول أفهم شو مكتوب. اسم البنت أمينة، فايتة بغيبوبة من شهر، وللأسف شو وضع عيلتها هلأ ما حدا بيعرف. عم يتمسخروا عليها لأنه سمينة، وسكروا عليها باب الخزانة كمان بلا رحمة أبداً.
إدارة المدرسة سيئة كتير، تغيرت من فترة قريبة. غريبة الفكرة ما؟ ليش يا ترى؟ بهاي المدرسة الأساتذة عم تضحي بأرواحها، روح الأستاذ عنده رخيصة. الله يلعن كل حدا عمل هالشي وكل حدا خبى القصة. شوف هالصدفة، في أستاذ تاني ميت بنفس المدرسة والإدارة تسترت على الحادث. رجعوا من جديد يكتبوا شغلات عن مدرستنا. شفتن برأيي ما رح يطلع منهم شي، لا تهتمي. كاتبين شغلات بتخصني أنا، كان واضح إنه في شي بهاي المدرسة من وقت ما ضربوا البنت وهربوا. ما في أي عدل بهالبلد. يا جماعة شو مكتوب؟ شو هاد اللي عم يصير؟ تستمر الإدارة في مدرسة الحقيقة بإخفاء الحوادث المميتة التي حصلت وطلابهم صامتون. مين هيك كاتب؟ هي مجرد مدرسة ثانوية، ليش كل هالقصص؟ شي بتحكوا إنه في سرقة، وشي بتقولوا التواصل الاجتماعي مدمر، حوادث وموت وانتحار، شو هالحكي؟ والشي اللي بضحك أكتر إنه اسم المدرسة صح وكل شي مكتوب عنا حقيقي وصار. قلتك مين عم يكتب؟ مبين إنه في حدا من المدرسة عم ينشرهم. ما بعرف، بس أنا بقول إنه من صفنا أكيد. يعني برأيك إنه يرجع ينفتح الموضوع قدام العالم شو ممكن يغير؟ أكيد رح نعرف مين عن قريب. زليخة يلا رح شوف مين. تفضل. أهلين وسهلين. مساء الخير رضا بيك، بعتذر عم بزعجك بهالوقت المتأخر، ما تواخذني، بس الموضوع مهم شوي. خير فكرة؟ تشوفي في صفحات على الانترنت عم بيتهموا المدرسة بمجموعة من الاتهامات وعم بيحكوا كتير شغلات. شو عم يحكوا يعني؟ عم بيحكوا على قصة الانتحار، وعم بيتهمونا بالمشاكل اللي صارت مع الأساتذة كمان، ولسه في قصص تاني. شو هالحكي؟ اتصلت بالمحاميين؟ ما تصرفت شي من عندي، قلت أول شي بشوف شو بتقرر حضرتك وبعدها بتصرف. اتصل بالمحاميين بسرعة، لازم نوقف هالشي قبل ما ينتشر على باقي الصفحات. أمرك رضا بيك. شو المسخرة؟ عزيز عزيز وينو عزيز؟ شوفي بابا. انت اللي عملت هيك؟ كيف؟ انت اللي عملتها؟ بابا ما عملت شي، والله ما عملت شي بابا، والله انت اللي عملت هالصفحات وعم تنشر عليها مشان تروح حبيبتي، ما هيك؟ لا والله ما دخلني. شو عم تعمل؟ اتركه للولد لو سمحت، اتركه. بعدي هيك من خلقتي خليني اعرف ربي. بابا انا ما عملت شي، اهدى شوي وروق واسمعني. صدق فيني بس هاي المرة. انت بتعرف منيح هالشي مستحيل اني اعمله. بابا وقف، روق شوي، خليني احكي. وثق فيني بس مرة بحياتك، بترجاك.
وحياة الله ما عملت شي بنهب، وما بعرف مين عمل هيك. أنا بعرف. شو جابك انت؟ شو جاي تعمل؟ ما بعرف، انت قلي لي. ما عندي وقت ضيعه معك بنوب، رح روح، عندي مدرسة. ما تربيتي من اللي صار مبارح؟ حددي موقفك إيكين، ها؟ فهميني شو هدفك؟ يعني انت ليش عم تعملي شي يخرب كل القصة؟ ما تعلمت الدرس؟ إذا قصدك عن يلي صار مبارح على الإنترنت، أنا ما إلي علاقة بنوب. نوب؟ يعني ما دخلك؟ لا ما دخلني، عم تفهم؟ ما دخلني فيكم بعد هلأ، عملوا يلي بتشوفوه مناسب. وكيف بدي صدقك أنا؟ يمكن تكون كذبة من كذباتك اللي بتقوليها. إيكيم شو عم يصير؟ أنا كم مرة قلت لك إنك تبعد عن بنتي؟ شو المطلوب؟ دقيقة أمي، شو قلتي؟ ما فهمت. لا تتدخلي إيكيم، أنت شو بدك مشان تبعد عن بنتي؟ أحسن شيء إني أحكي مع أهلك. أنا ماني عم أقرب عليها، بس بنتك هي يلي بتضل تتدخل بأي شي بيصير. لا تخافي، أساساً أنا يلي بدي بعد عنها تماماً، وإذا بتخليها بعيدة عني بيكون أحسن. لا لا، تعالي لشوف، احكيلي، كلا شوف شو هالحكي اللي عم يحكيه الأفندي. عم يتهمني بشغلة مالي فيها. يلي عم يصير بالمدرسة مزبوط؟ شو هاد اللي عم نشوفه على الإنترنت؟ شو القصة؟ العالم كله عم تحكي بالسيرة، ما عم عارف شو اللي عم يصير، فهميني يلا. أمي تمام، أنا تأخرت على المدرسة هلا. إيكيم بس ترجعي بدك تحكي لي كل شي صاير، فهمتي؟ شو هالبنت ما بتحكي لي شي؟ كيفا؟ تعودت على مدرستنا؟ ما صار لي غير يومين، عم بتعود. سألني نفس السؤال بس بعد كم يوم أو أسبوع على القليلة. لنشوف بعد كم أسبوع إذا رح يضل بهالمدرسة. شوفك بالصف. ايه شو الموضوع؟ ليش طلبت اجي؟ بعرف إنك ما سرقتي المصاري. هيك لكان؟ معناتها أنت بتعرف مين ورا هالموضوع مزبوط؟ هي الدليل. مو بهي السهولة. بدي منك خدمة بالأول. موافق.
ما بدك تعرفي شو بدي؟ ما بيهمني أعرف، بس أعطيني تليفونك. اشتهي اضربهم، بدي روح ربيهم لهدول البنات، والله لا افضحهم بهالفيديو. ليش عم تضحك؟ في شي بيضحك؟ لا ما في شي بيضحك، بس متأكد انك ما رح تعمل شي يا ليلى. ليش؟ لانه محلك ما بعمل شي. يمكن انا ما بشبهك لهي الدرجة يا عزيز. ويمكن كمان شو كان يقول رفيقك الغبي أوزان، يمكن روحي لساتها تعبانة شوي. قلتي أوزان رفيقي؟ إنك تعتبريني واحد منهم هالشي بيزعجني ليلى. مبين إنه في عندك مشكلة. بالضبط هيك، ما بعمل خير بلا مقابل، لهيك بدي منك طلب صغير بس. أول شي بدي المقابل. تمام، شوي وبيوصل. عم بسمعك. قول انت المحامي، مو انا عمل شو ما بدك تصرف. انا شو بدي؟ شو هالفكرة؟ ما بيهمني. حذف المنشورات كلها اللي نازلة على الانترنت، فيك تحكي مع رفقاتك تبع الجرائم الإلكترونية. تصرف، خلصني. سلامات، كيفك أخي؟ درويش، أنت شو عم تعمل عندك؟ مبروك عليك لعبتك الجديدة. سألتك انت شو عم تعمل عندك؟ نظرتك الفوقية نفسها ما تغيرت، نفسك مستحيل. وانت كمان ما تغيرت، لسه بتضل معصب على طول، ولساتك بتخانق وبتصرخ وقت اللي ما بتوصل لشغلتك. انا يلي بعرفك اخي وحافظ وساختك، ما رح تتغير طول عمرك. انتبه لخطواتك، تمام؟ أنا يلي بعرفك منيح. أنت كيف طلعت من مشكلتك؟ هذا الموضوع بنحكي فيه بعدين. فكرتني ما بطلع منه، ما خطتك ما نفعت. فكرت إنه حقضي حياتي بالسجن وما أطلع؟ مع الأسف حظي مو حلو أبداً. ما فيك تتخلص مني بهالسهولة هي يا أخي. شيلك من هالحكي الفاضي، أنت شو اللي جابك لهون؟ شو المطلوب؟ الحقيقة بدي إياك تتقبل الحقيقة اليوم، يلي كانت السبب بفوتي على السجن. كل شي عانيته وتعذبت فيها سنين كان بسببك أنت. كون مرة بحياتك رجال. يلي بدي إياه منك إنك تقبل بالظلم يلي عيشتني إياه بيوم، متذكر؟ إيه، بالمناسبة وأولادك كمان رح يعرفوا كل شي. لا أبداً، لا أبداً. هلأ الحق كان مع أبي، مو هيك؟ لا تجيب سيرة أبي على لسانك أبداً، عم تفهم؟ شيل إيدك عني أحسن لك. أخذت أبي من بين إيدي وهلأ جاي لهون مشان تأخذ أولادي مني، مو هيك؟ قلت إنه ماشي أموره لريضة، بيجي ببساطة وبشيله من مكانه، بهي الحالة بنهي له حياته. ما حصلت كرمال هيك بلشت تنشر عن نت هالأخبار. دقيقة، أي أخبار هي؟ حاش تعمل حالك ما بتعرف. أنت عن جد جنيت، ما في مجال أبدا. يلا روح نقلع من هون، نقلع. استنى، بذكرك انه المدرسة مو لك لحالك،
في إلي حق فيها مثل ما إلي حق لسه بكثير شغلات، إيه؟ بس ما بدي شي هلأ ولا يهمك، بس أجي المرة الجاية باخد حقي. نقلع من هون! نقلع! عمي كانت ألين بابن أخي، كيفك؟ شو أخبارك؟ طلعت من السجن؟ نحكي بعدين بهالقصة. انبسطت إني شفتك؟ بس أبوك ما انبسط إنه شافني بالمرة، لو إنك شفته قبل شوي. بعرف طبعه، ما بيهمني، أنت وهازال عائلتي وبس. المهم شفتك بعد هالسنين كلها وماني مستعد إني أخسرك. اسمع شو بدي أقولك، وأنا كمان عم فكر هيك، تمام؟ كرمال هيك أنا ما بدي منك تجيب سيرة لحدا أبداً، خلي شوفتنا هي تكون بيناتنا. وعزيز؟ وعزيز كمان، وأبوك أهم شيء أوعك. وهزال ما تقلّ بنوب ولا يهمك عمي. يلا أنا رايح قبل ما يجي أبوك يشوفني. حبيبي خلينا نشوف هزال، امشي. تمام يلا يلا امشي. إذا كنتي جاية تعتذري ما في داعي هالمرة. بصراحة يعني ما كان في هيك نية بنوب. أوزان أنا بعتذر منك قدامهم كلهم، بترجاك تسامحني. ميليسا وقفي، شو عم تعملي؟ أنا عم حاول أعبر لك قديش بحترمك أوزانو. طيب خلص وقفي يلا. أوزان بما أنه تصالحنا، شو رأيك أنه نعمل حفلة حلوة كتير؟ وكمان من زمان ما انبسطنا. وسائل التواصل كلها ضاجة بالمدرسة، يعني معقول نجي ونحتفل؟ أنت ما بتخافي ميليسا؟ لا، من مين بدي خاف طالما في عندي مين عم يحميني أوزان؟ كانت على كل حال أنا رايحة مشان أكشف الحقيقة مثل ما عطول بعمل. أوعك تنسى موضوع الحفل اليوم. شوفك. أتيش؟ ليش بعثت لي خبر؟ انتي بعثتي لي خبر؟ هلأ مو وقت مزحك. عم تلعب علي انت كمان؟ شكله عم يلعب علينا انا وياكي. رح احكي بصراحة. شوفي بدي قلك، وقت اجاني خبر انه بدك ياني كتير تحمست. في عندك جاذبية غريبة. حاولت ما اتأثر بس حالاتك المخيفة، عيونك يلي مليانة اسرار ولسه في تعصيبك كمان. بس أكتر شي بيجذبني فيكي إنك بنت وحيدة.
شو عم تحاولي تعملي ميليسا؟ انت كأنك عم تراقبني. ايه عم راقبك عطول، راح عمري وانا عم لاحقك ميليسا. تعال شوف، انا مشغولة بتسجيل حالة الحب، هالمرة رح تطلع من مخه لكانات على الآخر. أوزان شو عم تعمل؟ أوزان هاتوا لهون، أوزان عطيني الموبايل، ما تمسحهم أوزان، عم قلك هات الموبايل. خدي. انت شو مفكر حالك عم تعمل؟ ميليسا خلص، لأمتى بدك تضلي تحاربي مشان كانات؟ فهميني، ما رح يمشي الحال شو ما عملتي، فهميها كانات ما بيحبك إلك. لكن أنت بتحبني؟ ليلى سألتك هالسؤال قبل وهلأ أنا عم بسألك. ما فيك تروح قبل ما أخلص كلامي معك. تمام يلا عم بسمع. لا تضحك على حالك، أنت كانات هو مشكلتك. قولي شي مو سمعانه من قبل. ما خلصت كلامي لسه. أنت ما بدك، يعني أنت بدك أي شيء لكانات أو بخصه. عشقك كله كذب أوزان، هداك اليوم كل شيء قلته على البحر كان كذب ومسخرة كمان. هاي هي الحقيقة، وقت بتآمني إنك بتستاهلي كل هذا الحب ساعتها بتصدقيني. عم تفكري إنه مين كان عم يلعب علينا؟ ما بيهمني أبداً، لأني بعرف وضع المدرسة ونبهتك عن وضعها من قبل. وشو رأيك بالشي اللي انتشر على النت؟ قريت شو كاتبين؟ يلا حنتأخر على الدرس. لا تهربي، أنا بحاجة مساعدتك. ما عرفت لهلأ كيف تربط هاي الجرافة. بسرعة الدرس بلش. يا بنات شفتوا شو عامله هالبنت؟ مش انتي ما شفتي امبارح شو كانت منزله؟ لا ما شفتي، هي مجنونه شي. لا مو معقول هيك عن جد، هذا الشيء اللي عملته كان كثير عيب. رح ابعده. شو هالفيديو هاد؟ مين يلي صوره؟ ليلى هي المرسل. مزبوط، انا بعته، افتريتوا علي الظلم، كان بدكم تخلوا الكل يفكر اني سراقة. ييي للأسف هلأ بدكم تعتذروا مني قدام كل المدرسة. أكيد عم تمزحي. رح تعتذري إجباري. ايه منعتذر، أكيد منعتذر. ليلى حبيبتي انتي لا تتعبي حالك بنوب، برأيي ما تحكي معهم، خدي الفيديو وروحي لعند المدير وهن هنيك بيعتذروا منك. أوزان حياتي
مع الأسف أوزان هالمرة ما في ساعدك. غلطانة. طيب يا بنات ماشي جاية، بس لشوف الأستاذ رضا شو بيقول بس يشوف هالمقطع. خلص تعالي ليلى. تمام استني. أنا آسفة. في حدا عم يحكي؟ أنا بعتذر ليلى. وهلأ دورك. بعتذر منك ليلى. سامحتك. يلا دورك. آسفة بعتذر. وأنتي كمان بعتذر منك. سامحتك. يعني ماشي الحال. اجوا مشان اخبار امبارح. فهمنا نحن مو اغبياء. عم بيقولوا اذا ما شرحتوا لهم شو الموضوع مضطرين ياخذوا اولادهم من مدرستنا. اخ لازم تجي كل الشغلات مع بعضها. يلا خليهم يفوتوا. ماشي يلا تفضلوا. هل حكي صحيح رضا بيك؟ لو سمحت احكي شيء. انا رح اخذ ابني من المدرسه. انا بترجاكم تهدوا شوي. الشيء المكتوب مو صح. أنا عم بدفع لكم مصاري كتير على الفاضي. هذا الحكي مو مقبول. يا جماعة إذا ضلينا عم نحكي هيك أكيد ما رح نتفهم. جاهزة. رح بلش. أنا بكون الطالبة ليلى، طالبة من طلاب مدرسة الحقيقة. عم يتهموا مدرستنا من امبارح باتهامات مو صحيحة بالمرة. انتو بتعرفوني، يلي ما بيعرفني انا هي البنت يلي عاشت فترة صعبة بحياتها واضطرت انها تقضي فترة طويلة من حياتها على الكرسي. وكوني انا بنت بتحب مدرستها لازم اعمل واجبي تجاهها. لازم وضح انه لا المدرسة ولا الادارة ولا اي حدا بكل المدرسة إله علاقة بالشي اللي صار معي ولا بأي شي صار من اللي انتشر على الانترنت. بترجاكم لا تصدقوا هالإشاعات الكذابة. رجاء اتركونا لحالنا بالمدرسة لنكفي تعليمنا منيح. بظن شفتوا شو قالت الطالبة بعينكم. إذا ما في أي سؤال بخص المدرسة بدنا نشتغل على موضوع رفع قيمة المدرسة لو سمحتوا. الله يعطيك العافية. شكراً إلك رضا بيك. يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. حلو؟ حلو كتير. شكراً لإلك ليلى. شوفوا ليلى كيف صايرة عن جد. وين كنا وين صرنا اليوم؟ قصدك عن التغيير اللي صار؟ أنا ماني مصدقة. شو يلي خلاها تحكي هيك؟ انت مو لازم تكون بالدرس بابا؟ راسي شوي عم يوجعني. برأيك كيف سكتوا وراحوا الأهالي بابا؟ ليلى وضحت القصة. طلعت من الصف مشان تقلي هالحكي؟ روح على صفك يلا عزيز. بابا ما فكرت مين هو يلي عم يصوره؟ مين يلي خلى ليلى تقول هذا الكلام؟ بالضبط مثل ما خمنت صار. أنا عزيز ابني. أنت شو دخلك بهي الحادثة؟ عملت هيك من شان احمي عائلتنا ومدرستنا كمان. مشان هيك ولا مشان تحمي حالك وتشيل الشك عنك؟ بابا كم مرة بدي أقولك أنا ما إلي علاقة باللي صار بنوب. أنا عملت الشي اللي شفته صح. لقيت إنه أحسن شي بعمله بعد اللي انتشر على الإنترنت خلي ليلى تصور هالمقطع. وشوفت عينك نشحت الخطة. كل شي كان عم يوجع لك راسك اختفى.
يلا بابا. بال بال إنه ابنك الصغير يلي بتكرهه ساعدك. سكوتك بكفيني بعد اللي صار مبارح بابا. ما في داعي تشكرني بنوب. هازال؟ عمي حذرني مرة تانية. تمام كانت فهمت. أساساً أنا ما خبرتها لإيكيم إنه نحن أولاد عم. آه صح، نحن قلنا لها لإيكيم. شو اسمه الشاب يلي إجا جديد على المدرسة؟ أتيش. كمان فكرنا إنه معجب فيها لإيكيم. هالشي ما بيهمني، وأنا كمان مالي علاقة بحدا مين بيحب ومين بيكره يا هازال. بس كأنه شخصيته كتير حلوة مو هيك؟ بعدين حتى لو مانو هيك يعني هو على الأقل أذكى بكتير مننا صح؟ على كل حال أنا رايحة على المكتبة. ألو أهلين نيري. كيفك نيشة؟ مشان صور الأدوية يلي بعتيلي ياهن مبارح لا تواخذيني، هلأ لا قدرت أسأل عنه. إيه ولشو طلعوا هدول؟ طلع معك حق، هي الأدوية بيستخدموها ليعالجوا الأثار الجانبية يلي بيتسبب فيها العلاج الكيماوي. صراحة البيت قديم وهذا الديكور ما عادوا حلو. تمام تمام نيرين، بحكي معك بعدين. شكرا. تقدر تمرق لعندي بس تكون فاضي معلي؟ ايه طبعا بجي، بس عندي شغلة بساوية وبجي لعندك فورا. ليش لا، رح استناك بالبيت لك. تمام يلا يعطيك العافية. شكرا اخي، يلا بشوفك. مع السلامة. اها نيشي خانم شو اخباره؟ اهلين درويش بك، انا منيحة، انت كيفك؟ الحمد لله. لوين رايحة؟ والله رايحة على السوق، بدي اجيب كم غرض. طيب حاجي معي. هاتي عنك لو سمحتي. لا شكرا ما في. لا ما بصير. طيب هاتي هاتي. شكرا كثير لك. تعرفي انا ببيتي لسه في شغلات ناقصه، يعني لازم بلش هلا اشتغل فيه، وكمان بدي احاول اخذ مواعيد من الاساتذه. طبعا اكيد. درويش بيك تفضلي. انا سويت شغله بس بدون قصدي، لهيك بعتذر كثير. أنا شفت الأدوية وقت اللي كنا عم ننقل الأغراض. لا تفهمني غلط لو سمحت، أنا ما قصدي إني إزعجك أو لا. أعمل أي مشكلة، بس لا ما رح فكر بهيك شيء أبداً. يمكن هذا الشيء ما بيخصني، بس فضولي كممرضة هو السبب، يعني ما قدرت إني ما أتأكد، بس أنا مو غايتي إني إزعجك، بتمنى إنك تفهمني. نيشي خانم لو سمحتي احكي، وما في داعي لهي المقدمات بنوب. أنت اللي عم تستخدم هاي الأدوية درويش بيك؟ ايه، وما ضل لي كتير وقت، وانا ماني خايف من الموت، انا بس عم فكر ببنتي هازال. ما في حدا يدير باله على بنتي من بعدي. شو هذا الحكي درويش بيك؟ هازال بعتبرها مثل بنتي، وانت بتعرف هالشي، هي ما رح تضل لحالها ابدا. بتشكرك كتير، بعرف إنه ما رح تقصري معها أساساً، لهيك ضليت أنا بهالحارة. وبنتي إذا ضلت مع ناس مثلكن وربيت بيناتهم، فهذا الشيء حيخليني مرتاح ومطمن. ما بيصير إنك تقطع الأمل يا درويش بيك، أنا متأكدة إنك رح تتعافى ورح تتعالج بأسرع وقت. أنت شخص قوي وهازال صارت كبيرة وواعية، وأكيد بتقدر تعتمد على حالها، ما في داعي تخاف عليها أبداً، أنت ربيتها أحسن ترباية. شكراً على وجودك. تفضلي. أنا بكون الطالبة ليلى، طالبة من طلاب مدرسة الحقيقة. عم يتهموا مدرستنا من امبارح باتهامات مو صحيحة بالمرة. انتو بتعرفوني، يلي ما بيعرفني أنا هي البنت يلي عاشت فترة صعبة بحياتها واضطرت إنها تقضي فترة طويلة من حياتها على الكرسي، وكوني أنا بنت بتحب مدرستها لازم أعمل واجبي تجاهها. لازم أوضح إنه لا المدرسة ولا الإدارة ولا أي حدا بكل المدرسة إله علاقة بالحادث يلي صار معي أو بالشي يلي انتشر على الإنترنت. بترجاكم لا تصدقوا هالإشاعات الكذابة، رجاءً تركونا لحالنا بالمدرسة، بنكفي.
في تعليمنا منيح. عائشة هي طالبة من طلاب المنحة، شاطرة ومبينة إنها من أكثر الطلاب المجتهدين والمهذبين. إيكيم بتعطي لرفقاتها قيمة وبتهتم فيهم، وتأثرت كتير من اللي صار مع رفيقتها ليلى ومعصبة من هالشي. ميليسا أبوها بيكون صاحب هاي المدرسة، ومبين إنه موقفهم المريح والقوي إلهم تأثير كبير على هالشي، واكتشفت إنها فقدت أمها وعم تحس بالوحدة بدونها. كانت هذا الصبي مشهور كتير بالمدرسة، بالضبط مثل ميليسا، وعلى حسب ما فهمت إنه أوزان وميليسا قريبين من بعض، وهو عنيد شوي. أنا بحاجة إني أعرف أكتر عن كانات وشو المشكلة بينه وبين عزيز، وتطورت الأمور إنه ما عاد صار أي شيء منيح بيناتهم. يا ترى غلطت أنا؟ معقول يكون عزيز عم يكذب بشي؟ صار شيء اليوم ما بيتصدق ابنه. أخيراً إجا لعندي على الغرفة واعترف. كان أبوه للطفل واحد من المدرسة، بس ما حكى مين هو، بس حاسس اني بعرف مين. ايه ماشي ومتحاسة. حسب ماني شايفة حالتك شكلها خطتنا نجحت مو هيك؟ اي نجحت. في شي جواتي عم بيقلي انه تعاوني معك رح يستمر؟ بس تعاونك معي رح يضل؟ ما بعرف، انت بتقرر هذا الشي. أبو للطفل. عن جد معك حق. لك إيه شباب؟ يا زلمة انتبه، كنت رح توقعني. لا تخاف شباب، أنا رح جيب الكتب وبلحقكم. تمام ماشي. أنا بعرف إنك أبو لهذا الطفل، تعال عصالة للرياضة. شو يعني؟ تعال لاقيني بصالة الرياضة فوراً.
إذا ما أجيت رح خبر كل المدرسة. أنا بعرف إنه أنت أبو للطفل. والقرار لإلك. أنا بعرف إنك أبو للطفل، وإذا ما أجيت كل المدرسة رح تعرف بهذا الشيء، والخيار إلك. هلأ بدك تخبرني شو عم بيصير. Thank you.
احكي لي هلا، انت عشو كنت عم بتدور بالمدرسه؟ ما عم بعمل شيء زياده عنك، وانا عم دور على الحقيقه.